السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. إن شاء الله في هذا الدرس سوف أشارك معكم طريقة كنت أستعملها في إيجاد النيتشات الرائدة أو النيتشات الخاصة بهذا الشهر أو الخاصة بالكيوفور أو الخاصة بأي شيء في الأمازون. لهذا سوف أشارك معك هذه الطريقة، ويمكنك أيضا أنت أن تقوم بالتعديل عليها، أو يمكنك بأخذها ويمكنك إدراج أفكار أخرى عليها. أنا هنا فقط أشارك معك هذه الطريقة كنت أشارك أو أعمل بها في الماضي. ولهذا لكي نمر مباشرة إلى كيفية العمل عليها، لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك للفيديو وعمل هذا الجرس لكي تتوصل بأي جديد كيفما كان. لهذا سنبدأ على بركة الله. أولا تقوم بالذهاب إلى اليوتيوب فقط لا غير، ونقوم بكتابة هنا بوك أمازون بهذا الشكل. هنا قمت بالبحث عليها بوك أمازون، ونقوم بالبحث عليها بهذا الشكل. وطريقة البحث هنا لن نبدأ بالبحث أو بالعمل ريسيرش، سنأتي إلى الفلتر ونبحث في أواخر هذا الشهر ما هي الكتب التي قاموا بعمل إعلان أو دعاية لها. سنأتي ونقوم بكتابة this month بهذا الشكل، وأيضا سنأتي ونختار الفلتر ونرى ما هي الفيديوهات التي تم مشاهدتها بكثرة أو بكم كبير، وسنختار view count بهذا الشكل. يمكنك تطبيق هذه الطريقة من الهاتف أو من الحاسوب على رغبتك أنت. وهنا ظهرت لدي الفيديوهات بالترتيب، وهنا أعتقد أن هذا الفيديو الأول Our Favorite Children Book، لقد قمت أيضا ب مشاهدته لكي أبدأ بشرح لكم هذه الطريقة. نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل ونرى ما هي الكتب. كما تعلم لن نستطيع أن نقوم بمشاهدة هذا الفيديو بالكامل لكي نرى ما هي الكتب التي حصلت على تقييم كبير، لذا أنا سأوقف الفيديو وأنت يمكنك مشاهدة الفيديو أو يمكنك تصفح الفيديوهات الأخرى ومشاهدة الكتب التي عليها إقبال كبير للعمل عليها أو لأخذ نسخة أو شيئا من هذا. لهذا سأتي إلى هنا وأقوم بتوقيف الصوت، كتم الصوت، وأقوم بعمل بوز لأني قمت بمشاهدة الفيديو من قبل، لأني دائما أقوم بالبحث على بعض النيتشات وبعض الأفكار إلى غير ذلك، وسأختصر عليك الوقت. هذا الفيديو تقوم هذه السيدة بشرح أو بوضع مجموعة من الكتب الخاصة بكتب الأطفال، وتعطيك تقييمها من الأول إلى التالي، أي 10 كتب تقريبا. هنا ستأتي إلى Show More، وهنا وضعت لديك الكتب بالكامل. هنا على سبيل المثال سنختار الكتاب الأول. هنا كما قلت لك في هذا الفيديو أعطيك الطريقة لا غير، يمكنك تطبيقها على بعض الكتب الأخرى. سنرى ما هو الكتاب الأول، وهو هذا الكتاب Pick a Who Left the Flap Box إلى غير ذلك. وأعتقد أن الكلمة المفتاحية في هذا الكتاب وهي Interactive Books for Kids. ولدينا أيضا كلمة مفتاحية أخرى Interactive Read Aloud Book. سأخذ هذه الكلمة الأولى وأقوم بعمل ريسيرش على الكلمة المفتاحية وأرى عدد النتائج التي سوف تظهر لدي. For kids سأقوم بالحذف Interactive book for toddler، for toddler 1-3 سنختار كيف أيا منها، سنختار for toddler من 1-3. النتائج ظهرت لدي 2000 في النتائج. سأقوم بعمل السمول نيتش لكي نرى، عفوا، interactive books for، وننتظر حتى تظهر لدينا toddler من عام إلى عامين، سنختارها
سنختار هاتي الخيار for toddler من عام إلى عامين. نعم، دارت لدي بعض النتائج، آلف النتائج يمكنني العمل عليها أو شيئا من هذا. كما قلت لك في أول الفيديو، هنا أنا أشرح لك هاتي الاستراتيجية، ويمكنك تطبيقها على أي كتاب كيف ما كان، ويمكنك البحث على أي كلمة، ليس فقط كتابة بوك أمازون أو شيئا من هذا. هذه الطريقة أو طريقة الفلتر تمكنك من معرفة ما هي الكتب التي عليها رواج أو التي بدأت تتضمن التراندين أو شيئا من هذا فقط. ولهذا لكي لا نطيل الفيديو، سنمر إن شاء الله في درس قادم سنقوم بتغيير المحتوى الخاص بأمازون، لأن القناة كما نقول مليئة بمجالات الأمازون، ولا داعي لتكرار الحلقات أو شيئا من هذا. سنمر إلى مجال آخر، وهو هذا المجال الخاص بالعمل على الإنترنت وإنشاء بيزنس خاص بك. إذا أردت هذا الشيء قلها لي في التعليقات، لأني لا أقوم بالعمل على القناة لأننا كفاية من الفيديوهات الخاصة بأمازون. وقل لي ما هو المواقع أو ما هي الأشياء التي تجد فيها مشكل، سأساعدك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي.